السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة يومية مهاجر من داخل المغرب أو خارج المغرب. الآن أنا بصدد أخذ واحد تحميمة من حمد بن قاشور، نتمنى لامتيازها بماء المعدني، يعني ما عندها ماء معدني يعني صراحة. ودائما هذا اللي عند دور أنا نجي نتحمم فيه، متواجد مدينة وجدة، يعني جهة تاع الضمان الاجتماعي بوليكلينيك. نتمنى المتتبعين باش الى عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم وابوني وتفعيل الجرس. هذه الحمة تاع بن قاشور. كنت اليوم الجمعة، وقبل ما نقول لكم جمعة مباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، قررت باش نجي ناخذ هذه التحميمة هنا بن قاشور. نتمنى المتتبعي قناة يومية المهاجر من داخل المغرب أو خارج نجي الصحة والعافية وطول العمر. هذه حدا وحمد بن قاشور. حامد بن قاشور رمي دلوها. الرحمن الرحيم. دائما معكم هنا غادي نستاسيون الطوموبيل، ننزل الحوايج ديالي وندخل نتجه للحامة اللي فيها ماء. بقناة قناة يومية مهاجر، جمعة مباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. راني داخل هنا للحمام تاع بن قاشور الحامة، اللي تمتاز بواحد المياه يعني طبيعية، يعني صراحة هي الحامة تاع بن قاشور هاهما عدلوها. نتمنى المتتبعين ديالنا باش يعجبكم الفيديو ودعموا القناة ديالنا بجيم وابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذا القرن متواجد في الحامة، عدلوها زعما صراحة، ولا حمام رائع. قمنا بقطع التيكية هنا مباشرة الحمى بن قاشور. الصحة والعافية وطول العمر. نتمنى باش تعجبكم الفيديو. انا غادي نحضر التحميمة ونتوجه صلاة الجمعة ونستعين بحول الله ثم الله تقبل منا صالح الأعمال. ها هو الحمى، حمى بن قاشور. نتمنى المتتبعين ديالنا باش يدعموا القناة ديالنا ويديروا لنا جيم ابوني وتفعلوا الجرس. غادي ان شاء الله من نخرج، نتمنى من هنا خرجنا من الحمام حمى تاع بن قاشور. ان شاء الله غادي نبرد شوية سكسوة. الحمد لله على السلامة. نتمنى من هنا باش نتبعوا صلاة الجمعة ان شاء الله بحول الله. نتمنى واش عجبكم هاد الفيديو، شوفوا القناة ديالنا جيم ابوني وتفعلوا الجرس. مباشرة من حامة بن قاشور. ميما واعرة مخيرة كاع، ماء طبيعي. الله يلوحك عاصي ما يعاودش.
خصيصا هذا الفيديو. أنا تحممت وخرجت بالكسوة ديالي وغادي نتجه ندير واحد كاس العصير مباشرة راني خارج من حمامة بن قاشور. جمعة مباركة للجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نتمنى هاد الفيديو باش يعجب المتابعين ديالي، وديروا لنا جيم وابوني وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. أشكر جميع المتابعين من داخل أو خارج المغرب على الزابوني والمشاهدات وليجيم، جزاكم الله كل خير. كنت تحممت، كنت درت بزاف شقيت البارح، وجيت تحممت وعيطت للزوجه وقلت لها غادي نصلى الجمعه ان شاء الله نتوجع للمنزل تاع الوالده، لان مرا عندها تما الزوجه تاع خويا انا المدام ديالي بنت راه عيانه، وقلت لها كاع ماش نديهمش يعني تاع العشيه بالليل نديهم عند الوالده، راه غادي يديروا الطعام نمشي ناكل معاهم الطعام بعد ما نديو صلاه الجمعه. نتمنى المتتبعي قناه يوميه مهاجر باش يدعموا القناه ديالنا. لا راني زعما واحد التحميمه تحممتها يعني معتبره، الحمام عدلوه من ناحيه تاع الكارلاج الارضيه والجدران والسقف، يعني كل شيء كارلاج، يعني الحمام الماء سخون طبيعي يعني بلا ما يسخنهم عند الله الماء سخون تاع حمام تاع بن قاشور. وهي الحمام تاع بن قاشور. نتمنى المتتبعين ديالنا ماشي يديروا لنا جيم وابوني وتفعيل الجرس. ما بقي لي الا ان اقول عليك ان اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انتظرونا في فيديوهات آخرين إن شاء الله. تحياتي الخالصة لمتتبعي قناة من داخل أو خارج المغرب.